هذه قائمة بأضخم وأقوى الثيران حول العالم. مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على رسول الله. ثور مدينة بارتيناي، تم اكتشاف هذه الفصيلة أول مرة في مدينة تايلاند في عام 1997، وتم اكتساب اسمها من خلال المدينة التي كانت توجد فيها في فرنسا. كانت في السابق سلالة ثلاثية الأغراد، تم تربيتها للحليب واللحوم وعمل أعمال المزرعة، ولكنها تربى الآن بشكل أساسي للحوم. يتمتع بجسم كبير وضخم وعظام قوية وكميات كبيرة من اللحوم، حيث أن وزنه يصل إلى 337 كيلوغرام في 7 أشهر فقط. وأيضا يتمتع بقرون ضخمة وكبيرة. ثور براهمان، يمتاز هذا الحيوان عن غيره من باقي الفصائل بسبب وجود سنم على ظهره يظهر بهذا الشكل الفريد، بالإضافة إلى أنه يمتاز بالألوان الداكنة التي توجد حول العنق والأذن الطويلة، ويكثر تواجده في الهند والولايات المتحدة الأمريكية. وجد هذا الثور منذ أكثر من 4000 سنة مضت، يستخدم بكثرة في إنتاج اللحوم والألبان وأعمال المزارع. يوجد منه اللون البني والأحمر والأسود، ويقال أن وزن الحيوان من هذه الفصيلة من الممكن أن يصل إلى 1 طن بالكامل. يتمتع بالمرونة والذكاء بدرجة كبيرة تجعله قادرا على مقاومة كافة الظروف البيئية المناخية المختلفة. الثور البلجيكي الأزرق، ويتميز بكبر حجمه الخارق وعضلاته الكثيرة، يوجد بالتحديد في شمال ووسط البلجيك، يتمتع بصغر حجم قرونه. هذا الثور معروف بعضلاته القوية الضخمة التي تصيب كل من يراها بالدهشة، حيث أن وزنه يصل إلى 1250 كيلوغرام حينما ينمو بالكامل. له القدرة على التكيف والتأقلم مع مختلف الظروف المناخية والبيئية. أكد العلماء أن هذه الفصيلة تعتبر من الفصائل الخطيرة، لو اقترب منها أي شخص من الممكن أن تلحق به ضررا كبيرا. ثور ليموزين، ينال دهشة وإعجاب الكثيرين من الناس في مختلف العروض التي يظهر بها. ظهر في المرة الأولى في فرنسا في بداية القرن 19، وكان يستخدم كثيرا في أعمال الحرث والفلاحة، كما أن شهرته ازدادت في آخر 200 سنة مقارنة بباقي الفصائل. كما أن المنتجات التي ينتجها تتوفر بكمية كبيرة، وذلك بسبب أن وزنه من الممكن أن يتعدى 1 طن. ثور بلدة بازاس، يتميز هذا الثور بالحجم الضخم الذي يجعله مختلفا عن باقي الثيران. يستخدم في الكثير من أعمال الزراعة بسبب قوته ورشاقته، حيث أنه قادر على إنجاب عجل صغير يبلغ وزنه 42 كيلوغرام، وهذا أمر صعب جدا. أوضح العلماء أنه بمرور 2 أسبوع فقط يبدأ الصغير في اكتساب هذه العضلات الكبيرة، وبعد مرور 4 أشهر يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام، وبعد 14 شهرا يقارب وزنه على 0.5 طن. ثور فيتراد، في عام 2016 احتل هذا الثور مكانة فريدة من بين باقي الثيران، حيث أن وزنه تجاوز 2 طن بالكامل، وهذا يعني أن وزنه يشابه وزن فرس النهر البالغ. يعيش هذا الثور في فرنسا، وزنه يصل إلى 1950 كيلوغرام، وبالرغم من أنه يبلغ من العمر 5 سنوات فقط، إلا أنه بهذا الحجم الضخم جعله واحدا من الثيران النادرة. كما أن كثيرا من الفلاحين والمزارعين يرغبون في جعل هذا الثور يقوم بتلقيح الإناث ومعاشرتهم في نفس الفصيلة أو من فصيلة أخرى حتى يتمكنوا من التكاثر. ثور مونتيبليارد، ينتشر هذا النوع في فرنسا ويستخدم كثيرا في إنتاج الألبان والأجبان. يتميز بقلة كمية الدهون التي توجد في جسده، ولكنه قادر على إنتاج كمية كبيرة من اللحوم، حيث أن وزنه من الممكن أن يصل إلى 1200 كيلوغرام. يتميز بلونه الأحمر والأبيض وبأقدامه الرفيعة النحيلة، وبالرغم من ذلك يحتل مكانة كبيرة بين باقي الحيوانات في إنتاج الألبان، حيث أنه يتم تمييزه عن غيرهم منذ 70ات القرن الماضي، بالإضافة إلى أنه عنيف جدا وقادر على مقاومة كافة الحيوانات التي تحاول السيطرة على أرضه. وفي النهاية أصدقائي، ما رأيكم في جزء ثاني عن أضخم وأغرب أنواع الثيران في العالم؟ أتمنى أن تعطوني آراءكم في التعليقات، والسلام.